وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آل بيته الطاهرين وبقية أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمستمعات في كل مكان والمشاهدون والمشاهدات، أحييكم بتحية أهل الإسلام، تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يعيننا وأن يسددنا ويوفقنا لكل خير. أيها الإخوة، تأكيدا على بعض القضايا التي أرى أن نبينها لجميع المسلمين، وهو ديننا دين الإسلام، هناك قضايا أصول ليست هي من كما يقول القشور، ولكنها من أصول، ألا وهي فضل الصحابة رضي الله عنهم، وقد جاء تعديلهم في أصح كتاب الذي أجمع عليه المسلمون، وهو كتاب الله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد تاب الله عن النبي والمهاجرين والأنصار إلى غيره من الآيات، ولا داعي لذكرها، ولكن أريد أن أؤكدها. الأمر الثاني، وإنني أعلنها من هنا صريحة لكل أبناء المسلمين في العالم كلهم، على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطاهرين ومحبة صحابته الكرام، وإننا والله نعلنها صريحة أننا نشهد الله بحب علي رضي الله عنه وحب آل بيته الطاهرين، كيف لا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال علي أنه عهد إليه أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. ونحب عمر رضي الله عنه، ونحب أبا بكر، ونحب عثمان، ونحب علي كل آل بيته الطاهرين، وعمر نحبه كذلك لأنه تزوج من بنت علي وزوج ابنته للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا نحب عليا رضي الله عنه، وقد قال لأعطين الراية رجلا غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، والحديث بالصحيح، فإننا نشهد الله على حبه. الأمر الأخير وأنا أريد أؤكد عليه، ما زلنا نقول الأمانة العلمية ونتقي الله ولا نكذب على رسول الله ولا على أحد من الأئمة، فإن أحد المتصلين ذكر أن عمر رضي الله عنه عند موته قال وهدد بالقتل أصحاب الشورى الذي وضع فيهم الأمر، ولكن هذه الرواية أيضا لم تثبت، ولم يثبت لها سند صحيح ولا ضعيف، فأيضا أؤكد هذه القضية، فإن عمر لم يهددهم بالقتل، وكيف يهددهم بالقتل، فإنه تناقض، قال تركت فيكم هؤلاء الستة الذي رضي الله عنهم المسلمون ورضي عنهم رسول الله توفي عنهم وراض، فكيف يهددهم بالقتل، فإن هذا من التناقض. أنا أكتفي بهذا القدر ولا أريد أن أطيل، لكنني تسمح لي يا دكتور محمد، نعم، كلمة مختصرة للعقاد لما قالها في عقيرة عمر، قال هؤلاء رجال يعرفهم صاحبهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مواقفها يعرفها صاحبها، وهذه مسألة فصل فيها الزمن، ولم يبق لنا نحن الذين نعود إليها ونستخلص عبرتها إلا أن نراقب ما فيها من آيات الإعجاز وسوابق النظر البعيد. نحن هذا الذي لنا الآن، أننا نتأمل في سيرهم فنأخذ العبرة والعظة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. بارك الله فيك.